السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سيمبلي هيلدي وذكية. اليوم غادي نشارك معكم وصفة الحريرة بدون جلوتين وبلا ما نحتاج ندوروها في الأخير بالدقيق. كتجي خاطرة لذيذة، نفس مذاق الحريرة الأصلية. هاد طريقة الحريرة كنت أول مرة نتناول الحريرة وما تسببش لي غازات أو انتفاخات. نشارك معكم الطريقة. بسم الله، كان نحتاج هنايا الحمص بالقشر. ضروري نقعوا الحمص والعدس 24 ساعة، نقعوهم في الماء 24 ساعة مع تغيير الماء على الأقل 4 مرات. وهذه الطريقة كنستعملوها البقوليات عامة قبل ما نطبخوها في طنجرة الضغط. من الأحسن كنقعوها 24 ساعة مع تغيير الماء، ومن بعد كنطبخوها في طنجرة الضغط. بهذه الطريقة كنقدروا نتخلصوا من بروتين لاكتينز اللي تيكون عندنا في هذه البقوليات اللي كيسبب لينا مشاكل في الأمعاء. هنايا كنفرك الحمص في ثرموميكس، 250 غرام حمص، سرعة 3.5 اتجاه معاكس، مدة 3 دقائق ونصف. هنايا أغلبية الحمص كنتفرك. من بعد كنوضع الحمص في إناء كبير كان مملوء بالماء باش كنعزل يتعزل لي القشر على حبات الحمص، وكنعزلهم باش يكون عندي الحمص جاهز للاستعمال بعد، وكما ممكن نحتفظوا به في المجمد المرة أخرى. الناس اللي ما عندهاش ثرموميكس بطبيعة الحال نفركوه بيدينا. هنايا في هذه الوصفه ديال الحريره المختلف اننا ما غاديش نستعملوا الدقيق الفورس او الدقيق الابيض اللي كنحتاجو في المرحله الاخيره ديال تدوير الحريره. في الاخير غادي نعوضوها بالرز الابيض او الرز ابيض قصير او الرز المصري. كميه قليله من الرز غادي نستعملوها في الحريره ديالنا. كما كتعرفوا الحريرة كنحتاجو طماطم، البصل، القزبر، بقدونس، الكرافس ضروريين في الحريرة المغربية، وراق الكرافس. من بعد كنطحن هاد المكونات، ممكن نطحنهم فود بروسيسر او الطحن الكهربائي. من بعد غادي نضيف الحمص المنقوع من دون قشر، غادي نضيف العدس منقوع، وغادي نضيف الرز المصري كميه قليله تقريبا 60 غرام اللي استعملت هنايا منقوع. كنضيفوه من الاول، هو اللي تيختر لينا الحريره، وما كنحتاجوش نهائيا ندوروها بالدقيق. هنايا كنضيف معجون الطماطم، كنحتاجو السمن كي يعطي واحد البنة لذيذة في الحريرة المغربية. هني استعملت زعفران شعرة والكركم، الخرقوم، هنا عندي الفلفل الأسود، الإبزار، والزنجبيل، الملح. من بعد كنضيفو كمية الماء كافية. انا هنايا غادي نطبخ الحريره في الثرموميكس، ممكن نطبخوها في طنجره الضغط، غير نتاكدوا اننا ضفنا الماء الكافي. وكميه الماء كتبقى اختياريه، كاين الناس اللي كتبغي الحريره خفيفه كتضيف الماء اكثر، والناس اللي كتبغي الحريره ديالهم تكون خاتره شويه، كيبقى اختيار شخصي. هذه كانت الوصفة الحريرة المغربية من دون جلوتين، ناجحة 100%، لذيذة، وقوام الحريرة كان متماسك، ما محتاج نهائيا للتدوير بالدقيق. انا حبيت الوصفة، كنتمنى تجربوها وتخليوا لي التعليقات ديالكم. كنتمنى الفيديو اليوم يكون نال اعجابكم، والى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامة.